السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي بتاع السمسمة. النهاردة هوريكم طريقتي في تخزين المانجا، هوريكم ازاي بقشرها وبخزنها بطريقة سليمة بتقعد معايا طول السنة. أنا هنا جايبة المانجا اللي هي الزبدة. المانجا دي يعني بتكون متخصصة للخزين، التانية اللي هي الصفرة بتكون للأكل، لكن دي الزبدة بتبقى للخزين، جميلة بتبقى حلوة قوي في العصير. أنا هنا هشيل البوز بتاعها من فوق من هنا وبالقشرة كده هقشرها. هنا القشرة بتطلع القشرة، بتبقى من جواها مفيش فيها اي مانجا، ولو مش موجودة القشرة دي ممكن تستبدلوها بسكينة تكون رقيقة او تكون سنها رفيع عشان ما طلعش اللحم بتاع المانجا معاها. هقشر كمان واحدة وبعدين اكمل الباقي واوريكم انا فيهم ايه. القشرة الخضراء بس هي اللي بتطلع معانا في القشرة، وبتفضل المانجا زي ما هي، مش بتتبهدل منك ولا حاجة. ازاي هنقطعها؟ هنعملها على 4 أجزاء كده او 5 على حسب ما هي معنا. شريح كده ونشيل كل اللي في البذرة. تطلع البذرة نضيفة خالص معانا زي ما انتوا شايفين. السكينة عشان رفيعة بتطلع كل اللي حوالي البذرة وبتنضفها خالص معاها. هجيب الأكياس بتاعت التخزين، أكياس التلاجة، في ناس بتحب تخزن المانجا دي ببعضها كده. أنا كنت الأول فعلا بخزنها كده، بس بقالي 3 سنين بقطعها زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، وبتبقى سهلة معانا جدا وجميلة. يا دوب نطلعها
دقيقة بس وبنعملها عصير، لكن لما تكون بقشرها تبقى صعبة شوية معانا في التقشير. أنا كده حطيت في الفريزر، هيبقى شكله زي ما انتوا شايفين كده. احلى حاجه في المانجا اللي هي الزبده دي انك بتعرفي تقطعيها وبتعرفي تتحكمي فيها، مش بتتبهدل منك عشان تكون ماسكه نفسها عن المانجا الثانيه اللي هي بتاعت الاكل. نخرج منها الهوا كويس ونغليها زي ما انتوا شايفين كده. بقيت الكمية دي بقى انا هعملها كده مع نفسي عشان ما اطولش عليكم الفيديو. اتمنى الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم طريقتي في تخزين المانجا ما تنسوش تعملوا لايك، واللي ما اشتركش في القناة يشترك معنا ويفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.